السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أخوكم سعيد بن سلوم من قناة اكس بلاير، واليوم ويانا لعبة افويد. لعبة جدا حلوة، خاصة أنها بسيطة جدا، يعني ما تأخذ منك تفكير أو وقت أو شيء كذا، لا بس أن هي مبنية على أنك تتحدى، يعني تحدي، وتقدر تتحدى فيها أخوياك أو أصحابك، يعني عبر اللي هو الجوجل بلاي، هذا البروفايل حقك هذا، ما أدري شو اسمه، المهم الجوجل بلاي. وجدا حلوة صراحة، ممتعة، شفتها ولعبتها وعجبتني وحبيت أشارككم فيها. وطبعا بس حاب أشكر كل من اشترك بالقناة، شكرا جدا لك، وخاصة اللي متفاعل ويعلق وكذا، يعني جدا جدا شكرا، وشكرا للجميع. فخلنا نبدأ أشرح لكم بسيط عن اللعبة. طبعا الإعدادات، أول خيار اللي هو يعني تمنع الإعلانات، وطبعا بفلوس تاخذه، فعادي يعني توقف النت وتلعب وما في اعلانات، اوكي. والثاني اللي نفس قطرة الماي، هذا طبعا اللاعب يتقطع فيه، نفس المنشار هذا اللي تشوفونه قاعد يدور، يقطع اللاعب فيطلع منه دم، فتوقفه يعني عشان ما يطلع دم، عشان الاطفال وكذا، فما علينا. بس انا اشوفه شيء جميل، يعني شيء حلو، يعني يعطيك جرافيك حلو. والثالث اللي هو الصوت، والرابع تعليمات، مدري شو اسمه، المهم ما يخصنا فيه. واللي هذا تشوفون اللي شكل كيكة كذا، هذا المطور، هو نفسه الشركة أو المطور، هذا موقعهم. والثالث اللي مكتوب عليه 1 2 3، هذا اللي تتحدى فيه أخوياك ولا أصحابك، يعني لازم تشبك مع أخويك، يعني تضيفه في الجوجل بلاي وتشبك معه وتشوفه كم جايب وأنت كم جايب، يعني هذه ميزة من اللعبة يعني. والرابع اللي هو التروفي، البروفايل حقك هذا التروفي، يعني تجيب الأشياء وكذا، الكل يعرف التروفي شو، يعني موجود في كل لعبة يعني. والأخير اللي هو الشخصيات، طبعا أنا ما أخذ لين الحين، اللي أخذت النينجا، وعندي هذا، وهذا أول ما تبدأ عليه، والبوب هذا أول ما تبدأ عليه، بس أنا أخذت النينجا. فبسم الله خلنا نبدأ. طبعا فكرة اللعبة إنك تشرد من هالأشياء عشان لا عشان ما تتقطع، وتاخذ هذا الحين كيف ذا شل راسه انقطع، اوكي لا 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 اوكي ماما جاي، اوكي انا خلنا، المشكلة كل بعد شوي هي تسرع اصلا، لا يا اخي شردت منها اصلا. اوه اوكي اوكي لا شت لا حرام، اوكي ما علي بوصل ان شاء الله، رقم ان شاء الله اوصل فوق 60. لا طبعا شوف كل شوي يزيد السرعة، وهم يحطوا لك هذا عشان واو واو شت 51 ذا. خلنا نغير اللاعب، خذيت هذا اللي هو القرصان هذا، ما ادري، المهم طبعا اظن الشخصيات ما تفرق يعني، بس الاشكال وكذا التغيير يعني، بس ما اظن فيها ميزات. واو واو هو نفسه يخرب بيته. وطبعا لك 3 مرات تشوفون قلوب 3 مرات، اذا ضربك 3، شوف انا رحت لي يا اخي، انا غبي يا اخي، انا رحت له، تشوفون الدم اللي قاعد ينزل، هذا اللي شوفوا الحين، هذا اللي تاخذه يبطئهم، يخليهم بطيء، بس انتبه عاد فجأة، شوف كيف، انتبه، لازم اجيب 60، حلو وصلنا 60، ان شاء الله 100 100 100، نقدر 100، نقدر يا شباب 100، لا يخرب بيتك 100 100 100، لا لا والله 96 96، اوكي خلنا نشوف نقدر ناخذ شخصية ثانية، خلنا ناخذ شخصية ثانية، حلو. يلا انا رويتكم بعض الشخصيات، ففي شخصيات كثيرة، انتوا شفتوا البداية للشخصيات، يعني اذا ما عجبتكم خذوا غيرها، يعني قدموا. لا يا اخي هذا الصغير وش يبغى مني، لا 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 اوكي، باقي لي لمسة، راسه طلع، يا الله. اوه الهدية طوفتها،
طبعا يعطوك هدية يعني الفلوس. اخ ايش اسوي انا، يعطوك هدية اللي هي الفلوس يعني شيء حلو. لا 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 لا، يلا خلنا يا اخي، هذا الصغير هو اللي خرب بيتك يا اخي، خرب بيتك. نكبتي نكبتي. الله. اوكي اخر محاولة اخر محاولة، خبروني اللي يلعبها يعني اللي يجيب اكثر يخبرني. انا وصلت 96 اظني، 96 قبل شوية كنت ابغى اوصل 100 بس ما قدرت، ويخرب بيت الصغير هذا. لا باقي لي لمسة، باقي لي لمسة، باقي لي لمسة، باقي يا ولد يا ولد. لا اوكي اوكي، ما اقدر ما اطول الفيديو يعني. والله حلوة اللعبة يعني، ما اقول مش حلوة، حلوة صراحة. و اذا واحد لعبها يعني جاب سكور اعلى مني، اعلى من 96 او 95 ما ادري بالضبط، بس يخبرني في الكومنت، يعلق يقول لي كم جاب. وان شاء الله احط لي روابط اللعبة تحت، ولا تنسى الاشتراك بالقناة يا حلو. هذا دعم كبير بالنسبة لي، ونشر وتعليقك يهمني كثير، وشكرا.